يا دكتور خالد القاسم، تفضل يا سيدي. حقيقة أستغرب من الكلام الهمجي للأخ عباس وكلامه عن القيادات الجنوبية وقيادات الحراك بأنها زعران وتابعين للقاعدة والحوثيين. حقيقة الجنوب قدم دولة وقدم شعب من منطلق الأحلام العربية للأسف الشديد، وحقيقة يعني ألغت حكومة الشمال كل ما يتعلق بالوحدة. حقيقة في عام 94 استباحت الأرض واستباحت العرض واستباحت المال وحالة أبناء الجنوب إلى التقاعد من عسكريين ومن مدنيين، وهذه حقيقة. لنسأل الأخ عباس هذا الذي يتكلم بهذه الهمجية على أبناء الجنوب الأحرار، أين قيادات الجنوب التي قدمت الوحدة 1990؟ أين هي قيادات الجنوب؟ أين هي قيادات الجنوب؟ هي مشردة حقيقة في دول الخليج، لاجئة في دول الخليج قيادات الجنوب. هذه قيادات الجنوب التي قدمت دولة وقدمت شعب، شعب الجنوب لا يوصف بهذه الأوصاف. أشكر أخي، أشكرك جزيل الشكر سيد القاسم. أشكر يا أخي، أشكر التاريخ، أرجو أن يسمعها كل